رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه. حلقتنا اليوم مو عن الشخص نفسه، مو عن المشاهد نفسه أو أحد من اللي قاعدين يطالعون البرنامج. حلقتنا اليوم حق الأشخاص المحيطين بالمصاب بالمرض النفسي. أذكر كان عندي فتاة أم، مو فتاة والله يعني أكبر من فتاة بالثلاثينات، أم عندها أطفال، واحد أكبر الأطفال تقريبا 5 أو 6 سنوات. واحد من هذول الأطفال عمره يمكن 3 سنوات، تقريبا 3 سنوات أو أقل شوية، ما يتعدى 3، بنت تقعدها في الزاوية وقت العقاب، يعني تبيها تقعد بالكورنر مال المكان من غير ما تتحرك لمدة 5 دقائق، ولو ما سمعت الكلام راح الأم تعصب عليها وتصرخ عليها زيادة، وممكن بعض الأحيان ممكن تمد إيدها وتقول تتلفظ في كلمات غير محسوبة مع أطفال 3 سنوات 5 سنوات 6 سنوات أصغر من ذلك. ممكن في بعضكم يقول والله أكيد هي عليها مسؤوليات، عليها أي نعم عليها مسؤوليات، لما قعدت معها أي عليها مسؤوليات. زين زوجها وينه؟ زوجها موجود ولا يتحمل المسؤوليات. نعم هي هو غلط؟ أي نعم هو غلط. الزوجة هذه عليها لود، عليها ضغط؟ أي نعم عليها لود وعليها ضغط. زين يعني معذورة لما تسوي كذي؟ لا مو معذورة. بالنهاية هذا مو عذر، وابتعاد زوجها عنها وعدم تحمل زوجها للمسؤولية داخل البيت له أسبابه، له أسبابه اللي هي اللي قاعد تسببها. أنا صراحة بيني وبينكم أتحسس من موضوع الأطفال، فلما أشوف أمهات أو أبهات يتعاملون مع أبنائهم الأطفال بهذه الطريقة وبهذه القسوة أتنرفز وأتضايق. فقعدت احاول اني انا افهمها ان العصبيه بالنهايه ما راح تؤدي لنتيجه وراح تخلق لك ابناء عندهم مشاكل نفسيه وعقد نفسيه ما لها نهايه، لها اول ما لها اخر. من ضمن الاشياء اللي تعامل ابنائها عليها بقسوه هي النظافه الشخصيه، وتحديدا تدريب الابناء على دخول الحمام. مرحله تدريب الابناء على دخول الحمام ترى مرحله حساسه جدا يا جماعه، فلازم نعلم الطفل كيفية استخدام الحمام في مرحلة عمر السنتين وفوق، يعني من يوصل سنتين إلا سنتين وفوق لازم نعلمه عليها بطريقة مهذبة وبطريقة غير منفرة وبطريقة بالدرجة الأولى ما تكون قاسية، طريقة فيها حنان وفيها عطف وفيها قبول. حتى لو أخطأ هذا الطفل، حتى لو ما تعلم التدريب المناسب، حتى لو افتلت مرة مرتين مو غلط، ما فيها شيء، هذه مرحلة طبيعية. تأكدوا أن الطفل في هذه المرحلة مو متعمد هو ما يسمع الكلام أو يعاند، ولو كان متعمد للعناد فتأكدوا أن أنتوا السبب. كثر ما قاعد أحاول أشتغل مع هذه المرأة ماني قادر أوصل لنتيجة. ليش؟ لأن عندها ماني قايل كبرياء، بقول عندها إنكار، إنكار المشكلة. والفرق بين الإنكار والكذب أن اللي يكذب هو يعلم أنه هو قاعد يكذب، بينما اللي داش في الإنكار في حالة إنكار وهي أحد أنواع الدفاعات النفسية هو لا يعلم أنه هو قاعد يكذب، هو مصدق ومقتنع بالشيء اللي قاعد يسويه، فبالتالي يقنع اللي حواليه بالشيء اللي قاعد يسويه. اللي أنا قاعد أسويه صح 100%. زين عيالك قام يصير عندهم تبول لا إرادي بالليل؟ لا هم يحتاجون تدريب. زين مو يمكن قسوتك هي اللي قاعد تسبب لهم هذا التبول اللا إرادي الليلي؟ لا هم يبون تدريب وهو مقتنع بهذا الشيء. زين عيالك قام يصير عندهم فوبيا من الأصوات المرتفعة بسبب صراخك؟ لا لا مو بسبب صراخي، بسبب أبوهم اللي ما علمهم يطلعون برا ويشوفون الحياة، فصار عندهم وحشة من الحياة الخارجية، صار عندهم خوف من الأصوات العالية. زين عيالك ما ينامون بالظلمة، أو عيالك مو قاعدين ينامون بالظلمة؟ لا هم لأن احنا عودناهم في أن ينامون عندنا في غرفة النوم، هم حتى أمارهم 3 سنوات و4 سنوات لما كبروا ينامون عندنا. هذه التبريرات تسمى إنكار، وهذه المرأة كانت تمارس هذه التبريرات بشكل مستمر خلال الجلسة. كل ما أوضح لها شيء أوضح لها سبب المشكلة اللي عند عيالها تنكر وتروح حق يعني مبرر آخر، الأبو السبب، الحياة السبب، البيت السبب، لأن احنا قاعدين بشقة، لأن الأثاث، لأن الإضاءة، لأن لأن لأن، كل شوي تدور لها مبرر. شخصية جدا صعبة، شخصية جدا صعب إقناعها في خطأ هي ترتكبه. ومن سماتها أنها هي تهتم جدا في مظهرها الخارجي، فلما تيجي أشوف يعني اللبس يكون في كامل الأناقة ولا غلطة، العطر ولا غلطة، ف
فهذه كلها أشياء تعطينا انطباع. ممكن يكون لبس كعب، طقطق الكعب من أول الممر لآخر الممر، ممكن العطر تشمونه من أول ممر لآخر الممر، هذه كلها لها دلالات نفسية. يرجى الانتباه على مثل هالنوع من الشخصيات، ويرجى الانتباه بعد الفاصل راح أوضح لكم ما هو نوع هذه الشخصية. خلكم معنا. هذه السمات اللي قلناها، العطر والكعب واللبس والكشخة وال يعني الهندام المناسب كأن الوحدة رايحة عرس، هذه تسمى سلوكيات لفت انتباه. علشان لما تكون هذه الإنسانة قاعد تمشي في مكان لازم العين كلها عليها، سواء من نساء أو ذكور ما يهم، المهم أنها هي اللي تكون مميزة في المكان اللي هي فيه. وهذه أحد السمات الأساسية والأعراض الأساسية لدى المصاب باضطراب الشخصية الهستيرية. أي إنسان مصاب بالشخصية الهستيرية الهوس عنده والهاجس هو أنه يكون مميز أمام الآخرين. الحين ممكن واحد يكشخ ويحط عطر ويلبس كعب يعني هو عنده هستيرية، لا، هذا واحد من الأعراض. من الأعراض الثانية هو التعبير عن المشاعر المبالغ فيه. الشخصية الهستيرية دائما عندها مبالغة في التعبير عن الانفعال، فلما توصف لك ألم معين أو ضيقة معينة أو حتى توصف لك شعور جميل، شعور بالحب، لو إنسان هستيري يحبك فتأكد أنه هو قاعد يبالغ زيادة عن اللزوم في وصفه لحبه لك، ولو كان متألم ومضايق من شيء معين يوصف بطريقة مبالغ فيها ويلجأ إلى الصراخ ويستخدم كلمات رنانة من أجل الحصول على تعاطف الآخر معاه خلال وصفه لمشاعره. فهذه من الصفات الأخرى، التعبير عن المشاعر بشكل مبالغ فيه. شنو علاقة التعبير عن المشاعر بشكل مبالغ فيه مع الإنسان اللي قاعد أقول لكم عنها ياتني العيادة؟ هذا الأسلوب في التعبير عن المشاعر هو اللي خلى الزوج، لأن بعدين قعدت مع الزوج، هو اللي خلى الزوج ينفر من تحمل المسؤولية داخل البيت. لما أقعد معاها يا أستاذ أحمد وأكلمها وأقول لها شوي شوي مو بهالطريقة يعلمون اليهال، تصرخ علي من قمة راسها وتقول لي أنت ما تعرف تربيهم، أنا اللي أعرف أربيهم، راح يطلعون معقدين لو ما سوينا لهم هذا الشيء، لو ما سمعت الكلام بنتي وما قعدت بالزاوية. بالمناسبة الطفلة إذا ما قعدت بالزاوية تعاقبها زيادة وصرخ عليها زيادة، ها؟ يعني غصب تقعد. فتخيل لو طفل عمره 2 إلى 3 سنوات قاعد بالزاوية غصب عليه، خايف يرجف وقاعد يبكي بس علشان يسمع كلام أمه لمدة 5 دقائق، ويتحول الموضوع إلى شخصانية. يعني خلاص ياهل مو قادرة تقعد على بعضها بزاوية، لا تسمعين كلامي. يعني تحول الموضوع من عقاب لأنك أنت ما سمعت الكلام، تحول الموضوع إلى أنت لازم تسمعين كلامي غصبا عليك، من لأن أنت والله صرختي الحين، لا تحول الموضوع أن تسمعين كلامي أنا تسمعين كلامي. فهو يولد مشكلة داخل مشكلة. فيقول لي الزوج لما أنا أكلمها بهدوء، أكلمها بصراخ، أكلمها بنجرة، لا حياة لي من تنادي تصرخ علي أو تزفني، ويصير صراخ داخل البيت، يصير البيت يعني يهتز من كثر الإزعاج اللي قاعد يصير داخل بسبب انفعال زوجتي. فأضطر أن أنا خلاص يبقى تدرين شلون، أنا ما متحمل مسؤولية، أنت اللي متحملين المسؤولية. لذلك أقول لكم قبل شوي قبل الفاصل أنه هو لا مبرر لما هو يبتعد. أنا ما قاعد أقول أنه هو صح أنه يبتعد، لا، الصح أن تؤخذ هذه الزوجة وتلجأ إلى طلب المساعدة والعلاج. طبعا إهيايات مو شايفة نفسها غلط، إهياية تقول لي شلون أتعامل مع أبنائي تربويا، شلون أتعامل مع زوجي المهمل لبيته، آخر شخص تكلمني عنه هو نفسها، آخر شخص تقول لي هل أنا فيني شيء غلط. لا، مو جاية تقول لي كذي، جاية تشتكي من زوجها وتشتكي من عيالها. فلما أوجه لها الملاحظات النفسية السلوكية على تصرفاتها تلاقيها دفاعية، تقعد تدافع وتبالغ في الوصف وتبرر ظنا منها أن أنا راح أحكم عليها أن إنسانة سيئة أو إنسانة ما تعرف تربي أو إنسانة ما تفهم في الأمور التربوية. آخر شخص ممكن يحكم على المراجع هو الأخصائي النفسي، ترى ما يحكم، ما له شغل، هو بالعكس يدور الأشياء الغلط اللي فيك علشان يصلح لك إياها، فما في داعي تنكرها، بالعكس الأفضل لك أنك تعترف بهذه الأعراض اللي عندك أو العيوب الشخصية اللي عندك. فالعرض الأول لفت الانتباه، العرض الثاني التعبير المبالغ فيه عن المشاعر، العرض الثالث هو العشوائية. المقصود بالعشوائية أن قراراتها تكون سريعة لأنه هو شخص انفعالي، فمتى ما تضايق أخذ قرار مفاجئ. تضايقت مع زوجها اليوم مثلا يوم الأحد أول يوم دوام، زوجها تأخر بالردة على الغداء،
تعصبت عليه خلاص يوم الجمعة ما راح أطلع معاك. يعني إيش دخل يوم الجمعة؟ اليوم الأحد. يعني ليش نأخذ قرار مسبق على شيء راح يصير الأسبوع الجاي؟ يمكن الأسبوع الجاي تصير الأمور زينة بينكم وتطلعون وانتهى الموضوع. فيكون عشوائي على طول وهم قاعدين داخل المكان بسرعة، والله ولدها قاعد يأكل وقطر شوية من الأكل وطيح على الطاولة ولا على الزولية بالأرض السجاد وكذي، على طول تعصب عليه وممكن تأخذ قرار في إنهاء الغداء وممكن تعفس الصينية وتطشر الصينية وتطشر. ليش 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 كل هذا؟ فالاندفاعية والعشوائية في اتخاذ القرارات، التقلب السريع في المزاج، كلمة تقول لها حلوة ترفعها سابع سمة، وكلمة ثانية ممكن تنزلها في الأرض تخليها في قمة الاكتئاب عشان بس مديح معين أو انتقاد معين مو الغرض منه تقليل من قيمتها. فيرجى الانتباه من هذولي الشخصيات والتعامل معاهم بحزم ووضع حدود لمستوى الصراخ ووضع حدود وعدم التعاطف المبالغ فيه، ولا تدش بالفخ مال المبالغة في التعبير عن المشاعر لأنه يكسر الخاطر، تلاقي قدامك وهو قاعد يعبر عن مشاعره. فانتبه، خل استماعك له وتعاطفك معاه يكون عقلاني مو بالمشاعر 100%، لا حاول تكون عقلاني أكثر علشان ما يجرفك في مشاعره وتكون أنت في صفة قد يكون مخطئ. يرجى الانتباه على التعامل مع هذول النوعية من الشخصيات لأنه ممكن يدخلك بالفخ ويخليك في فريقه ضد الفريق الآخر ويخلق لك مشاكل. ويعطيكم العافية.